في ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بدأت الخطوات سريعة ومتناغمة كأمواج البحر، فكان الإنجاز مشروع الحوض الجاف الذي أشرقت شمسه على مسيرة الاقتصاد العماني الصاعد بخطوات واثقة نحو المستقبل، في ظل فكر ملهم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء الدولة العصرية. وبموقع استراتيجي والأقرب إلى موقع القلب والذي يحتضن أمواج بحر العرب، تنتهي إلى الحوض الجاف معظم شرايين خطوط الملاحة البحرية التي تربط الشرق بالغرب ودول الخليج العربي بدول المحيط الهندي. على مساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع وأرصفة بطول 2800 متر واستصلاح ساحات بمساحة 453 ألف متر مربع وبحوضين جافين بطول 410 أمتار وعرض يصل إلى 95.80 مترا وبعمق يصل إلى 10 أمتار وارتفاع 14 مترا، يلتزم الحوض الجاف بأعلى معايير الجودة والكفاءة التكنولوجية والخدمة الصناعية البحرية ليكون بذلك من أكبر الأحواض الجافة في المنطقة. قاربت الأعمال الإنشائية على الانتهاء، فقد بدأت شركة عمان للحوض الجاف بالتشغيل التجريبي خلال شهر أبريل 2011 ميلادية. ومع إعلان اقتراب المشروع من نهايته، كان دخول السفينتين البلجيكيتين للصيانة رسالة مبشرة بمستقبل واعد وشهادة ميلاد عالمية للصناعة البحرية العمانية. إن ما يميز مشروع الحوض الجاف عن غيره هو قدرته على استيعاب أكبر سفن العالم من ناقلات النفط والغاز، وموقعه الاستراتيجي على البحار المفتوحة، حيث يقع بالقرب من خطوط الملاحة العالمية التي تربط الشرق بالغرب وخطوط الملاحة الإقليمية التي تربط دول الخليج العربي ومجموعة الدول المطلة على المحيط الهندي بالخطوط البحرية العالمية. كما سيخدم ميناء الدقم منظومة النقل البحري بين موانئ السلطنة ودعم حركة البضائع والأنشطة الصناعية والسياحية لوقوعه في منتصف المسافة تقريبا بين ميناء السلطان قابوس في مسقط وميناء صلالة بمحافظة ظفار، ناهيك أن هذا الحوض سوف يحوي أحدث التقنيات المتوفرة في العالم في مجال صيانة وإصلاح السفن. وكما تقوم فلسفة عمل الشركة على أساس توفير خدمة المحطة الواحدة بحيث يمكن للسفينة تفريغ حمولتها من النفايات والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح في نفس الحوض، وهذا يعد ميزة مهمة للحوض الجاف، وتوفر على ملاك السفن عملية تنقل السفينة من مكان لآخر لتفريغ النفايات ثم القيام بعملية الصيانة، مما يسهل للعملاء المستهدفين استلام السفن في وقت قصير. كذلك سيقوم الحوض بمناشط تحويل السفن من استخدام إلى آخر. وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة العالمية، يقدم الحوض الجاف
خدماته في مجال صيانة السفن بمختلف أحجامها من الجيلين الرابع والخامس وسفن الحاويات حتى تلك التي تصل حمولتها إلى 600 ألف طن وفق نظام محطة الخدمة الواحدة. ويستطيع الحوض الجاف استيعاب 4 سفن عملاقة في آن واحد، ويعزز ذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركة داي الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية، حيث قامت حكومة سلطنة عمان بالتعاقد مع الشركة وهي ذات سمعة وخبرة كبيرة في مجال إدارة الأحواض الجافة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وبموجب هذا العقد تقوم شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية بإدارة شركة عمان للحوض الجاف. وتؤكد السواعد العمانية مجدداً في الحوض الجاف بأنها قادرة على العطاء ورسم لوحات الابتكار بألوان الجد والمثابرة. وتقوم الشركة بتوظيف أعداد كبيرة من العمانيين من مختلف المؤهلات والتخصصات، فتقوم بتدريب هذه الكفاءات على أعمال الحوض الجاف سواء في معاهد وكليات متخصصة داخل السلطنة أو ابتعاثهم إلى الخارج لتكملة التدريب مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية، مما يسهم بالارتقاء المهني في المؤسسة. وكفخر أجدادنا البحارة العمانيين عندما بنوا السفن لينخروا عباب البحر، يفخر الحوض الجاف بحرصه الدائم على الحفاظ على البيئة البحرية من خلال دائرة لدى الشركة متخصصة تعنى بالصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، حيث تقوم بوضع وصون نظام موثق لمكافحة المخاطر الكبرى في المنشأة كالتدابير التقنية مثل تصميم المنشأة واختيار المواد الكيميائية المستعملة وتشغيلها مع صيانتها وتفتيشها بانتظام، والتدابير التنظيمية التي تشمل تدريب وتعليم العاملين وتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامتهم. كما ستحصل الشركة على التصريح البيئي والذي هو إلزامي قبل البدء في عملية التشغيل، وستكون الشركة ملزمة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بالحفاظ على البيئة البحرية والقيام بالقياسات لأجل ضمان عدم التلوث أو تغير البيئة البحرية. وسيبقى الحوض الجاف مرسى للاقتصاد الوطني المتسارع المبني على الابتكار والتصميم، وستبقى أشرعة الطموح مفتوحة لتحقيق غايات ومفردات النجاح يوماً بعد يوم.